يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ظهر في الآونة الأخيرة على شاشات الفضائيات من يقال عنهم أنهم من أهل فقه وعلم، يقولون بأن آدم عليه السلام ليس أول الخلق من البشر، بل هناك بشر قبله، ولكن الله اصطفاه عليهم، وأن له أبا وأما، وأن حواء لم تخلق من ضلع آدم. فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد، تكذيب لقول الله جل وعلا أن الله خلق آدم من تراب، خلقه بيده، خلقه من تراب، وليس له أب ولا أم، وأخبر أنه خلق آدم، خلق حواء منه، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، يعني خلق حواء من آدم. فالذي ينكر هذا يكون كافرا بالله عز وجل، مرتدا عن الإسلام.